لو سلطنا الضوء على تجمع الساحل والصحراء وأبرز الأدوار المناطة به في ضوء الجهود المبذولة من قبل أعضائه لمحاولة استتباب الأمن والاستقرار في محيط هذا التجمع، الزميلة نهى توفيق تصحبنا في هذا العرض، تفضلي نهى. شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العرض التفصيلي حول دول تجمع الساحل والصحراء. تجمع الساحل والصحراء شراكة وتعاون. يعد تجمع الساحل والصحراء ثاني أكبر التجمعات شبه الإقليمية في قارة إفريقيا بعد الاتحاد الإفريقي، ويضم في عضويته 27 دولة من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا، وتأسس عام 1998 بمشاركة مصر لبناء آلية للتعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء بمشاركة مصرية بصفة مراقب. أما عن أهداف التجمع فكانت في البداية وكما ترون هنا على شاشة العرض، بداية هذه الأهداف زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ولكن تطورت بعد ذلك ليصبح التعاون الأمني في مقدمة هذه الاهتمامات، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلم ومكافحة التهديدات الإرهابية. في هذا الإطار أيضا انتهت مصر من إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء بعد عامين من تعهد الرئيس السيسي بإنشائه، حينما استضافت شرم الشيخ اجتماعا للتجمع على مستوى وزراء الدفاع عام 2016. تبلغ مساحة المركز الإقليمي 14300 متر مربع، وساهمت مصر ب 100 مليون جنيه لإنشائه. كما تدعم مصر القوة الإقليمية المشتركة لمنطقة الساحل والصحراء عبر توفير 1000 دورة تدريبية لعناصر القوات، وتوفير 110 مركبات مدرعة لدعم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، فضلا عن المساعدات والدورات التدريبية المتمرة التي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام إلى دول الساحل والصحراء. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا عن تجمع الساحل والصحراء ودور مصر في دعم هذا التجمع وفق رؤية مشتركة للتعاون والشراكة البينية. شكرا لحضراتكم.